تقول يعني هناك حالة كبيرة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر المحزن والمؤلم، كيف تابعت هذه الخسارة بالنسبة للعالم الإسلامي برحيل هذا الرجل الفاضل؟ والله يا أخي أعتقد أن الله تعالى أكرمه بهذه الشهادة، فنيل منزلة الشهداء يعني من أعظم الرتب عند رب العالمين، فهو كان يتمنى الشهادة عليه رحمة الله ونالها. ولكن المحزن أن يكون هؤلاء الشياطين الذين احتلوا أرض فلسطين يعبثون في الأرض وفي المنطقة كلها دون مساءلة من القوى الكبرى والمنظمات الدولية. هؤلاء مجرمون لا يعترفون بأي قدر أو أي اعتبار للأخوة الإنسانية، لأنهم يعتبرون أنفسهم خطأ لأنهم شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه، وهو بعد ما يكونوا عن ذلك.